السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض ليسون 1 اللي هو كان بيتكلم عن الكيميكال رياكشن، وكنا درسنا قبل كده نوعين من الكيميكال رياكشن اللي هما ثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن، وخدنا كمان السبستيوشن رياكشن بالنوعين بتوعه اللي هما سمبل ودبل. النهاردة إن شاء الله هندرس النوع الثالث من الكيميكال رياكشن، إز كولد أوكسيديشن أند ريدكشن. ممكن نقول عليه أوكسيديشن أند ريدكشن، ممكن نقول أوكسيدايزيشن أند ريدكشن. هندرس يا جماعه الاوكسيديشن والريدكشن من اكوردنج تو بمفهومين، في تراديشنال كونسبت اللي هو المفهوم التقليدي لود اور جين اوكسجين اور هيدروجين، يا اما هندرسه من ناحيه من كونسبت مفهوم تاني اسمه الكترونيك كونسبت، ان الاتوم بتعمل لوز اور جين الكترونز. طب تعالى ندرس الاول اول كونسبت معانا اللي هو تراديشنال كونسبت ونشوف يعني ايه oxidation and reduction. في الايكويشن اللي قدامك دي H2 اللي هو الهيدروجين بلس CuO اللي هو كوبر اوكسايد، الاثنين دول عملوا رياكشن مع بعض، خرجوا ايه؟ خرجوا Cu بلس H2O. لو انا قلت لك بص كده على CuO اللي هو كوبر اوكسايد، قلت شوف بقى هو خرج ايه، يعني هو كان CuO خرج بعد الارو بايه؟ خرج Cu، معنى كده ان هو كان معاه اكسجين ونقص من عنده اكسجين، لان هو كان CuO خرج Cu، فطالما ناقص من عنده اكسجين الاكسجين كده حصل له ديكريس في السبستانس، يبقى كده البروسيس دي اسمها ريدكشن. يبقى ريدكشن عباره عن سبستانس، عباره عن بروسيس ان ويتش اكسجين ديكريس اور هيدروجين انكريز. هيدروجين انكريز دي مش فيش اكزامبل علينا في المنهج، بس احنا عندنا اللي هي الاكسجين ايه ديكريس. طب لو قلت لك بص على الH2 خرج الناحيه الثانيه ايه، خرج H2O، معنى كده ان هو ما كانش معاه اكسجين بقى معاه اكسجين، يعني كده الاكسجين حصل له انكريز ولا ديكريز؟ تمام، حصل له انكريز. طالما حصل له انكريز يبقى كده العمليه دي اسمها اوكسيديشن. يبقى الاكسيديشن من الاخر كده يا جماعه الاكسيديشن ده بروسيس بيحصل فيها انكريز في الاكسجين، انما الريدكشن بروسيس بيحصل فيها ديكريز في الاكسجين. تمام. طيب نيجي للH2، هو الH2 ده خد اكسجين ولا ادى اكسجين؟ لا، هو خد الاكسجين من السي او او. طالما هو تيك اكسجين يبقى ده كده هنسميه ريديوسينج فاكتور، ممكن نسميه ريديوسينج فاكتور وممكن نسميه ريديوسينج ايجنت. هو مين ده اللي هنسميه ريديوسينج فاكتور؟ اللي هو الاتش 2 اللي هو الهيدروجين. طيب نيجي للسي او او، السي او او ده كان معاه اكسجين خرج من غير الاكسجين، معنى كده ان هو اللي ادى هو ادى اكسجين ما خدش اكسجين، يعني هو جيف اكسجين، هو ادى الاكسجين للH2. فطالما كده السي او هو اللي ادى اكسجين يبقى ده كده هنسميه اوكسيدايزنج فاكتور. يبقى الاوكسيدايزنج فاكتور ده عباره عن سبستانس جيف ايه؟ جيف اكسجين. تعالى كده نراجع على الفور ديفينيشنز دول من هنا. ادي الديفينيشن الاولاني اوكسيديشن. الاوكسيديشن ايه هي؟ تقولي a chemical process which causes increase of oxygen percentage or decrease of hydrogen percentage. طب الريدكشن تقول لي a chemical reaction which causes the decrease of oxygen percentage or increase in hydrogen percentage. طب الاوكسيدايزنج فاكتور اور ايجنت تقول لي substance which give oxygen or takes hydrogen during chemical reaction. طب الريديوسنج فاكتور تقول لي substance which takes oxygen or gives hydrogen during chemical reaction. ده كده احنا درسنا الاوكسيديشن ريدكشن اكوردنج تو ذا فيرست كونسبت اللي هو كولد تراديشنال كونسبت اللي هو المفهوم التقليدي. في مفهوم جديد بقى الاوكسيديشن ريدكشن اسمه الكترونيك كونسبت، وده بيعتمد على لوزينج اند جيننج الكترونز. طيب لو انت لاحظت كده في الاكزامبل اللي هو قدامك ده 2Na plus Cl2 يديها 2NaCl. الاكزامبل ده ما فيهوش اكسجين وهيدروجين خالص، بس على الرغم من كده بيحصل فيه اوكسيديشن وريدكشن عن طريق ايه بقى؟ عن طريق اللوزنج اند جيننج الكترونز. ال Na يا جماعه عارفين ان هو ميتال وبيعمل لوز الكترون، وCl عباره عن نون ميتال بيعمل جين الكترون. تمام، البروسيس اللي بيحصل فيها لوز الكترون اسمها اوكسيديشن، البروسيس اللي بيحصل فيها جين اسمها ريدكشن. كمان مره البروسيس الكيميكال بروسيس اللي الاتوم فيها بتعمل لوز 1 الكترون اور مور دي اسمها اوكسيديشن، الكيميكال بروسيس اللي السبستنس بتعمل فيها جينز الكترون اور مور دي كده اسمها ريدكشن. طيب بالنسبه بقى للاتوم اللي هي بتعمل لوز اصلا، الاتوم اللي بتعمل لوز بنسميها ريديوسنج فاكتور، انما الاتوم اللي بتعمل جين 1 الكترون اور مور بنسميها
اوكسيدايزنج فاكتور. طيب تعالى نراجع كده على الفور ديفينيشن اكوردنج تو لوزنج اند جيننج الكترون. عندك الاوكسيديشن هتقول لي ا بروسيس وير ذا اتوم لوزز ان الكترون اور مور، ريدكشن هتقول لي ا بروسيس وير ان الكت ان اتوم جينز ان الكترون اور مور. الديفينيشن التالت اوكسيدايزنج فاكتور هتقول لي ا سبستانس ويتش جينز الكترون اور مور، وان الكترون اور مور. ريديوسنج فاكتور هتقول لي سبستانس ويتش لوزز ان الكترون اور مور. طب واحد هيقول لي طب احنا مثلا لو جالنا في الامتحان ديفاين اوكسيديشن هنكتب اللي هو بتاع التراديشنال كونسبت ولا بتاع اللوزنج اند جيننج الكترونز اللي هو الالكترونيك كونسبت؟ والله اقول لك بقى اللي هو قال لك بين قوسين كده، قال لك اكوردنج تو مثلا تراديشنال كونسبت يبقى انت هتكتب الاوكسيديشن الاولاني، لو قال لك اكوردنج تو الكترونيك كونسبت هتكتب الثاني، لو ما قالش بقى ما حدش يكتب اللي انت عايزه براحتك بقى، دي كده ايه مش هتفرق. ونركز يا جماعه على الديفينيشنز دي مهمه جدا، فيري فيري امبورتنت. طيب اخر حاجه معانا بيقول لك اوكسيديشن اند ريدكشن ار كونكرنت بروسيس. يعني ايه كونكرنت؟ كونكرنت يعني ما بيقدروش يستغنوا عن بعض. كونكرنت يعني متلازمتين، الاكسديشن والريدكشن دول عمليتين متلازمتين كونكرنت بروسيس. ليه بقى؟ لان ما ينفعش الاتوم تعمل لوز ما يكونش في اتوم تانية عايزه تعمل جين، لازم لما اتوم تعمل لوز يكون في اتوم تانية هتعمل جين للالكترون الاولاني اللي الاتوم هتعمل له لوز. يعني في اتوم هتعمل لوز لازم يكون في اتوم تانية هتعمل جين للالكترون ده. فعشان كده بيقول لك give reason oxidation and reduction are concurrent process told because they occur at the same time as when one electron when an atom loses one electron or more another atom gains one electron or more. بتجيب ريزون ده كده انتهى معانا ليسون 1 اللي هو كيميكال رياكشن. ان شاء الله نتقابل بقى في ليسون 2، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.